مرحبا بك اسكندر مرة أخرى معنا المرة هذه ضيف فوق العادة السيد رئيس الحكومة. سيد رئيس الحكومة، أكيد اليوم الترجي الرياضي التونسي فرح جماهير الترجي، لكن فرح أيضا تونس الكل، والحمد لله ورينا مرة أخرى المستحيل ماهوش تونس. يعني نهار كبير اليوم، احنا فرحنا لتونس، ترجي مثل تونس اليوم كما النجم البارح مثل تونس، كما الجمعيات الكل نقفوا معاهم وقت يلعبوا اليوم. القليب والجرينت اللي لعبت بها الترجي توري المستحيل مش ممكن كما قلت في تونس، معناها كل شيء قادرين عليه، وهذه الرساله نحبوا نعطيها لتونس. حبوا تونس اللي تنجح وتونس تنتصر اليوم. ترجي بعزيمه معناها قويه ياسر، وريت كيفاش قلبت الماتش وقلبت الطرح. ان شاء الله تونس ديما هكا، وان شاء الله ديما منتصرين، وان شاء الله هذا يفرح الشعب التونسي، وان شاء الله وقادرين على كل شيء في تونس، كل شيء قادرين عليه. يلزم الاراده والعزيمه تكون موجوده، وكي نحبوا قادرين على كل شيء. سيد رئيس، التفات الالوان مع المباراه هذه، ما عادش فما نادي افريقي نجم ساحلي نادي صفاقسي، الكل تونس، الكل وراء علم تونس وراء ترجي. تونس كي تلعب تونس فريق تونسي في دور نهائي بتاع كاس افريقيا، الكلنا وقفنا معاه، وشفتوا جماهير تونسيه كل نسيت هذه وقفت معاه. يعني هذه هي الوحده الوطنيه اللي نحبوها اليوم، تونس متحدين، وكي توحدنا شفتوا النتيجه اللي اعطيناها اليوم. ان شاء الله ديما هكا، وان شاء الله ان شاء الله تونس ديما فرحانين. شكرا لك، شكرا لك، يعطيك الصحه، شكرا. اسكندر تفضل.